السلام عليكم يا جماعة الخير، صباح النور، الزول في اللون. يا أيها الجزائريون، يا أيتها الجزائريات، شوفوا البلاد نتاعنا شكون راه يسير فيها. يسير فيها واحد أجنبي واللي كانوا متواطئين معاه باش جابوه قلد المسؤولية على 40 مليون جزائري، واليوم راه يعبث بالبلد من وراء الستار. وهنا يعني التهم كل من كان حول بوتفليقة، وخاصة الناس اللي جابوا بوتفليقة بلا ما نسميهم. وهنا بكل احتراماتي للرئيس زروال، وأحبه وأكن له كل احترام وتقدير، ولكن دار غلطة كبيرة بدون ما يدري. هو اللي خلى المكان نتاعو البوتفليقة. لو كان ما خلاش المكان نتاعو البوتفليقة، لو كان ما وصلناش لهذه المرحلة اللي رانا فيها اليوم، وهي مرحلة انهيار الدولة. فإذن اليوم كي نشوفوا السلطة في يد سعيد بوتفليقة وجماعته، وهو يسير الجزائر تاعنا اللي ضحاو عليها المجاهدين والشهداء الأبرار والأبطال، سعيد راه يسير الجزائر بالوكالة عن فرنسا، بروكيراسيون في فال دو غراس. لأن اليوم لو تكشف هذه الاتفاقيات التي وقعت، وربما قايد صالح هو شاهد على هذا بما أنه كان في فال دو غراس، ونتمنى من قايد صالح يكون راجل وشاوي وفحل، وبما أنه راه يستاند المادة 7 اللي تتكلم على سيادة الشعب على مؤسسات الدولة وهو مصدر السلطات، يخبرنا واش صرا في هذا الاجتماع تاع فال دو غراس. إذا كان هو شاوي فحل ودرقاز كما يقولوا بالقبيلية، وقبيلي راه يتكلم معاك يا سي قايد صالح، من الجعافرة من برج بوعريج. هذا السؤال يعني طرحه لي واحد، قال لي منين انت؟ قلت له انا من الجعافرة ومن برج بوعريج من بلاد المقراني، المقراني اللي ثار ضد فرنسا، ولم نخن الأمانة، ونحن اليوم نتكلم بكل صراحة ونقول للمسيء أسأت، وللمخطئ أخطأت، وللمصيب أصبت. فإذا لا نحن منتمين لحزب سياسي ولا جمعية ولا يعني أي انتماء. الانتماء نتاعنا للشعب نتاعنا، احنا خرجنا من رحم هذا الشعب وحاربنا الفساد. كي كانت الناس ما يتكلموش، احنا كنا نتكلموا وضحينا بأعز ما نملك، ضحينا بشقق وضحينا بمناصب عمل، ماشي باش حتى نشوفوا في هذه المرحلة واحد كيما السعيد بوتفليقة اللي جانا من الحمام تاع وجدة وراه يسير في الجزائر اليوم، وقايد صالحة وسكت. إلى عهد قريب هو كان يدعم هاد الجماعة تاع السعيد بوتفليقة وبوتفليقة شخصيا، كان بيناتهم عشق، وكان بيناتهم اتفاق سري، وكان بيناتهم صفقات سرية، واحد يدرق على 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 الآخر، هذا بجماعته وهذا بجماعته، قايد بالجنرالات الفاسدين وبوتفليقة بالنظام السياسي نتاعو والجماعة تاع الأفلان. هذو هما اللي خربوا البلاد، هذو هما اللي خربوا البلاد. درت هذا المدخل خصيصا للجمعة القادمة باش نرسل رسالة جهاز الدرك اللي ربما للمرة الثانية هو يمنع خاوتنا القبائل باش يلتحقوا بالعاصمة. وهنا راني نتهم قائد الدرك الوطني بالقصير شخصيا،
راهي يميز يدير تمييز عنصري بين افراد المجتمع، هو يدير حواجز مخرج منطقة القبائل وما يديرش حواجز من جهة واحدة اخرى. هنا راه نتهموا بالتمييز العنصري اللي محرم دوليا، تمييز عرقي. علاش راني نقول هذا الكلام؟ لان السعيد بوتفليقة هو اللي يتمسك بزمام الامور، وربما هذا بالقصير يتلقى الاوامر نتاعو من السعيد وماشي من قايد صالح. حنا في السابق كنا نقولوا ربما قايد صالح هو راه متهم، ما عندناش ادله، ولكن تصرف كيما هذا ما يجيش من تصرف من الجيش، تصرف يجي من قوى غير دستوريه كما وقعت في الجمعه الثامنه ومات هذا رمزي الله يرحمه على كل حال، ودخلت هاد الشرطه اللي كما كانتش معروفه هذه لا غوسب اللي كانت تابعه للهمل وتلقات الاوامر نتاعها من الرئاسه وماشي من الامن الوطني، من اداره تاع الامن الوطني. فاذا احذر مسؤول جهاز الدرك هذا بالقصير شخصيا، هذا اللي كانت عنده علاقه بالتزلف للسعيد بوتفليقه حتى يترقى في المناصب اللي راهي فيها اللي جاز عليها، وكان هذا دار مكيده البسطيله ودار ملفات على ولد بسطيله حول الميناء الجاف حتى ما ندخلش في التفاصيل. فاذا ولات قضيه نتاع علاقه غير رسميه، سو كون ابيل اون فرونسي سعيد بوتفليقه il mène aujourd'hui une gestion informelle qui veut dire non conforme à la loi. فاذا سعيد بوتفليقه هو خارج القانون، خارج الدستور. ما موقعه من الاعراب؟ وهو الان يمارس مهمه الرئاسه، هو استخلف اخاه، هو الذي يحكم من وراء الستار وليس بن صالح. بن صالح هو واجهه ليكرس الاستمراريه والتمديد والعهده الخامسه، ونحن لا نشعر وشعرنا اليوم ان هذه مكيده. لماذا اتكلم على هذه المنطقه التي هي عزيزه علينا والا وهي منطقه القبائل؟ اعتقال ربراب هو استفزاز المنطقه، حتى المنطقه تتحرك وتستعمل ربما نفس الاحداث اللي وقعت في 2001 باش سعيد بوتفليقه يوجد عذر يعلن عن حاله الطوارئ باش يستمر في الحكم. خوتنا القبائل ما تعطوش هذه الفرصه لسعيد بوتفليقه، هو يبحث عن هذا. هذا الكلام قالوا خالد نزار، وحنا نعيبوا عليه علاه ما قالش هذا الكلام من قبل، وعلاش في هذا الوقت بالذات قال هذا الكلام باللي سعيد بوتفليقه ماهوش مستعد باش يتخلى عن السلطه تحت اي مسمى، وقال هو اللي تكلم على حاله الطوارئ واقاله الفريق قايد صالح. كيف واحد خائن يقيل مجاهد بكل عيوبه؟ راني منرفز فريمون، سمحوا لي على كل حال. هذا السعيد وش يكون؟ وش يكون هذا السعيد؟ وراه القوى الحيه في البلاد، وراهم الرجال، وراهم الزعماء تاعنا هذو. واحد كيما هذا ما قدرتوش تحكموا عليه وتقبضوا عليه راس العصابه. هو راه يستفز اليوم، عنده خطه سريه قبل الجمعه راح يستفز منطقة القبائل باش تستعمل العنف، لأن فيها اون بروفوكاسيون، وقعت اون بروفوكاسيون، والشاهد على هذا ان ديبيتي دو لا ريجيون عندما شارف العاصمة هو راه تشاجر مع فرق تاع الدرك الوطني، وفي أناس جزائريين باتوا برا. شوف الحب الوطن وراه، واحد داير الإعلام فوق ظهره وبايت برا، وجنرال بالقصير بيت تحت الكوفيرتا. أنا نلوم أفراد جهاز الدرك أن يتفطنوا جيدا أنهم تحت حكم تاع عصابة، حتى هاد المسؤولين على الجهة الأمنية حتى ما نعممش فيه، بعض المسؤولين يؤتمرون خارج الإطار القانوني عن طريق سعيد بوتفليقة. فإذا سعيد هو يريد الاستمرار في الحكم مهما كلفه الثمن،
حتى يدمر الجزائر. فإذن السعيد بوتفليقة هو خاطر على الجزائر من الآن. ربما هو يبحث عن قلاقل تحدث في وسط المجتمع، لأن هذا الحراك نتاعنا، هذا الحراك نتاعنا راهو غبنوا بزاف. حتى الكلام نتاع خالد نزار وانا ما نشتيش بزاف على كل حال، بالرغم من ما يقال عنه على كل حال، وابقى احترمه. فاذا السعيد بوتفليقة هو يبحث عن قلاقل داخل المجتمع الجزائري حتى يجد ذريعه لاعلان حال الطوارئ. وانتم تعرفوا حال الطوارئ هي تجميد العمل بالدستور، فاذا بن صالح ما يكونش. وربما هذه حال الطوارئ هي تكون في يد مجلس امن وهو اللي يسير، وهنا يكون المتهم شكون؟ قايد صالح. فاذا سعيد بوتفليقه هو يحضر خطه جهنميه ضد قايد صالح ليطيح به، لان العقبه نتاعو هو قايد صالح. فاذا انا احذر كمواطن بسيط حسب التحليل تاعي الخاص، وانا مسؤول على كلامي، احذروا ان هذه المنطقه التي يتآمر عليها لأنها تسلسل الأحداث، اعتقال البراب وهذه البث المباشر تاع فرحات مهني، هذا الذي يريد أن يستقل عن الإقليم الجزائري، المحاضرة اللي يعني بارتي لي كونفيرونس، يعني فيه تنسيق خفي من دوائر خفية داخليا وخارجيا حتى يفجروا هذه المنطقة. وكانت الجامعة الجزائرية، يعني هذه اللي نتكلموا عليها تاع تيزي وزو مولود معمري، هي كان فعلا خطة لتفجير الجامعة من الداخل وانطلاق الاضطرابات من الجامعة حتى تعم كل منطقة القبائل. فإذا حذاري، وأنا أثمن يعني تدخل هذا عميد جامعة تيزي وزو، وكان في المستوى يعني حتى يهدئ الأوضاع، لأن هذه المحاضرة التي ألقاها فرحات مهني هو يبقى يعني تبقى محاضرة علمية داخلة في الإطار السياسي، والطالب لازم يسمع الآراء ويتقبل الرأي المخالف، ما فيهاش عيب. وإحنا رانا شفنا اليوم الإعلام يتكلم على هذا فرحات مهني انفصالي، يا وش باغي نقول؟ لما بوتفليقة التقى مع إيهود باراك رئيس إسرائيل، رئيس حكومة إسرائيل، في القصر المغربي عند وفاة حسن الثاني، وحضر بوتفليقة جنازته، فالتقى بإيهود باراك بواسطة من أندري أزولاي مستشار محمد السادس. علاش ما تكلمتوش؟ ما قلتوش باللي بوتفليقة إسرائيلي؟ كيفاه يلتقي بإيهود باراك؟ عيب عليكم، عيب. ما شفناش انتقاد من الاعلام، وشفتوها يعني وصرا هذا الشيء يعني في العهده الاولى، ونظن في 99، يعني بعد اشهر قليله من تقلد بوتفليقه المسؤوليه. فهو حضر جنازه الحسن الثاني في المغرب، والتقى بإيهود باراك اللي يديه مسخين بالدم تاع الفلسطينيين. واليوم بوتفليقه يقول لك كان يعني يقول لك خليفة بومدين، نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. يعني باش تشوفوا هذا النفاق وهذا العداوة اللي راهي تجاه منطقة القبائل، لأن هذه المنطقة هي عصية على النظام، هي التي تفكر، هي التي تخطط، هي التي تنظر، هي التي تنشر الوعي في وسط المجتمع. واليوم الحمد لله الشعب راه فاق، نحن لحمة واحدة، القبائل خاوتنا والشوية خاوتنا والعرب خاوتنا وبني مزاب خاوتنا والوهرنا خاوتنا وبني يزقن خاوتنا والتيرتية خاوتنا والمعسكرية خاوتنا والمدارمة خاوتنا والتلمسانيين خاوتنا والمغاربة ولاد عمنا، شعب واحد. نحن كلنا أمازيغ، هناك من تعرب وهناك من بقي على أمازيغيته. اللي يقول الفول يقول الفول هو عربي ولكن في الأصل أمازيغي، واللي يقول يباون يعني الفول بالأمازيغية يقولها يباون كما أنا نقول يباون ونقول الفول. ما عنديش شخصيات، عندي شخصية واحدة، أنا جزائري. كي
كي نقول فول لا يعني هذا أنني عربي، ولكن عربي اللسان وأمازيغي الأصل. كما هادو دعاة، خلوني ندير هذه بين قوسين، هادو دعاة الفتنة. وبهذه المناسبة تاع الفيديو كما هذا نور الدين ختال، وهذه نعيمة اللي ماشي صالحة، والزوج نتاعها معاها، وكيسموه أسامة وحيد، هذا أسامة وحيد اللي من المفروض يذهب إلى المتحف. صحيح هو أنه فصيح اللسان، ولكن عنده ضغينة، قلبه ماهوش صافي كما نعيمة قلبها ماهوش صافي، كما هذا نور الدين قلبه ماهوش صافي. يعني هذو تنكروا الأصل تاعهم، تشبعوا بالأفكار العروبية اللي جاتنا من الشرق العربي، كما أبو مدين اللي غرس فينا القومية العربية وهو أمازيغي ومن أصل قبائلي وليس شاوي. كثير من الجزائريين يعتبرون أن أبو مدين هو شاوي وهو أصله قبائلي، وحارب القبائل باسم القومية العربية. باش تعرفوا يعني لازم نرجعوا للأصل نتاعنا. علاش راهم يحاربوا في منطقة القبائل؟ لأنها ترسل الوعي، لأنها تدافع عن أصل البلد وعن ثقافة البلد الأصلية. ما يبقى في الواد غير حجارو، غنوا على أرواحكم. إلا العالم الأمازيغي هو الذي يقام في أرض كل تمازغة، ماشي غير في الجزائر. وراكم تشوفوا، دخلوا القنوات وتشوفوا هذه الأعلام التي ترفع يعني في كل مكان من شمال إفريقيا. فإذن أرجع لأقول بالقصير، حذاري، أنت تتلقى الأوامر من سعيد بوتفليقة، فاحذر. إذا ما وقع شيء، لأننا نحن سلميون، سندخل الجمعة على 11 ونحن مسالمون. نحن لسنا دعاة عنف، لأن تجربة منطقة القبائل تاع 2001 لن تتكرر، ولن نعطيكمش فرصة باش تستغلوها وتديروا لنا حالة الطوارئ في البلاد، ما كاش منها. باش تعطوا لنفوسكم وقت باش تهربوا وباش تحولوا الأموال نتاعكم، والله ما تمشوها، ما تندخلوش معاكم في الخطة هذه جامي أبدا. الشعب الجزائري اليوم راه فاق، راه واعي، راه متحذر، راه عطى درس للعالم، راه في جامعات في العالم راهي تدرس هذا الحراك الشعبي نتاعنا من ناحية تاع الشؤون كيفاش يقولوا لي سون سوسيال، كيفاش حراك كيما هذا يتحرك بنظام وبانتظام وهو حقق مطالب، يعني حقق مطالب، استطاع ان يخلع الرئيس في 4 جمعات. لن يحدث هذا في التاريخ، في تاريخ البشرية. فافتخروا، ولكن سعيد بوتفليقة هو يريد ان يكسر هذا الانجاز، عنده حقد، عنده غيرة، هو شخصيا يتمنى يكون في وسط الشعب، ولكن هو ضيع هذا المحبة تاع الشعب. الشعب راهو يكرهه، لافتات ترفع ضده لشنقه في الساحة العمومية، وسيشنق إن شاء الله، لأنه خان الوطن، خان الله، وخان الأمة الجزائرية، وخان الشعب الجزائري، لأنه ما عندوش ضمير. هذا إنسان مثقف، هذا أستاذ جامعي، شكون عطاك الدبلوم؟ أنا من المفروض أنا أستاذ جامعي، حتى أعرف بنفسي، أنا درست الأستاذية، لا أسمح لنفسي أن أقع في نصف وضعية سعيد بوتفليقة، يعني أستحي. أنا كون يسبني واحد دروك نقول له السلام عليكم، ما نجيش نهدر معاه، وربما راح نسلم على راسه، وربما يهديه ربي للطريق ويعتذر. هذا ما حبش يؤخر، يعني هو اختازل الجزائر، دارها كملكية، باسكو في المخ نتاعو الأخ نتاعو لقنوا هذه الأفكار نتاع الجزائر باللي هو راهو رئيس، راهو مليك ماهوش رئيس. هو دروك يعتبر نفسه من وخر خوه، يعتبر الجزائر هي ملكية خاصة. هذا هو الخطأ، هذا يسموه تفرعين، هذا يسموه تفرعين. أنا ندائي للشرفاء في هذا الوطن أن يقبضوا على هذا الشخص، وسنقبض عليه بطريقة قانونية، يجب أن يسجن فورا. وهذا السيناريو هذا تعجبوا الهامل وجابوا يحيى وجابوا، ما دام سعيد بوتفليقة هو الذي ينسج هذه المؤامرات، يعني هذه السيناريوهات،
اللي راه يحذر فيها هو راه يربح في الوقت، لانه ماهوش مستعد، ماهوش مستعد يترك السلطه، لانه لو يترك السلطه سيشنق. هو راه يشوف الموت بين عينيه، هو راه يشوف محاكمه نهايتها هي الاعدام، ما فيهاش. والنزار راه اكد هذا الكلام، قال لك راه قال له سعيد النزار، قال له بلي مانيش نرقد. هو يعرف المصير تاعو على يد الشعب ان شاء الله. نحن لا نتمنى ان يحدث للسعيد بوتفليقه مثل ما حدث للقذافي، لان الامازيغ هم اصل هذا البلد. نحن شعب امازيغي ورثنا هذه الارض عن اجدادنا، ولا يقاسمنا احد على هذه الارض. كل من دخل الينا فهو اصبح امازيغي بالانتماء لهذه الارض. لا تقل اليوم للسعودي انت امازيغي ولك الحق ان تسكن في السعوديه وان تكسب هذه الارض التي فيها مكه والمدينه، لا يقبلوا. السعودي يبقى سعودي، فاذا الجزائري يبقى جزائري بالانتماء لهذه الارض التي سقيت بدماء الشهداء وبدماء الاحرار بين قوسين. كي نقولوا الاحرار يعني الامازيغ. من جبالنا طلع صوت الاحرار، ما قالوش من جبالنا طلع السعودي وطلع الكويتي وطلع العراقي وطلع السوري. من جبالنا طلع صوت الاحرار، لازم تفهموا هذا الكلام. التاريخ يعيد نفسه. بلغ السيل الزوبا سيراني الروج على الشرفاء في هذا البلد أن يأخذوا القرار وأن يكنسوا هؤلاء الحثالة، هؤلاء الذين يؤتمرون من الخارج، مماهم فرنسا، عندهم وكالة عند فرنسا في فالدوغراس. خليني باش نختم هذا الفيديو. وتقدر كيف تروحوا تديروا براج على مشارف بويرة وما تديروش براج على وتقدر؟ وين راهو تقدر اليوم؟ أخذته أمريكا من مطار وهران، المارينز دخلوا إلى مطار وهران وأخذوا القدور في طائرة خاصة متجهة إلى دبي، هما قالوا هكذا. هذه معلومات غير مؤكدة ولكن أعطيكم هذه المعلومة. والقدور هارب من وهران كما هارب شكيب من وهران. وراي شرطة الحدود، وراه الدارك الوطنية يا سي بالقصير، وراه وتقدر جيب لنا نستعرف بك، هنا انت راجل جيب لنا وتقدر. يمد الغاز ويدير صفقات سريه مع امريكا واسبانيا وفرنسا وايطاليا. وهذه محطه تكرير البترول في اوغستا فيها انا. وراه وتقدر يا سي بالقصير، جيبه لنا، جيب لنا هذا وتقدر. وراه واش كيليه وستروف اكتيولمون. دونك il y a une trahison de la part des services secrets algériens. Ils sont complices. قوات الامنيه بدون ما تهمها راهي مسؤوله عن فرار والقدور، ويجب اخضاعه للتحقيق ايضا. هذه هي. اردت فقط ان اتدخل، دمي شويه حما على كل حال، سمحوا لي ربما كنت قاسي، ولكن يجب أن يعرف الشعب الجزائري أن يتحرك بقوة وأن يضغط على هذا النظام الفاسد. هذا النظام كما نقولوا تاع حمام، هادو جاوا من حمام واجتهدوا، لقطاء ما عندهمش أصل. كون عندهم أصل كانوا يحشموا على عرضهم، يقدروا أموا هذه 20 مليون اللي راهي برا. كون جا عندهم أصل، هادو ما عندهمش أصل. هادو يا جماعة الخير يفولي لي كيدي سيلو فو فيزيكمون، باسكو يفو متر فا ا سي جون لا. فوز افي اسي دو بروف بور لي زيليميني، انا با بوزوان دوتر بروف. اي سون ان تران دو ديمولير توت ان بيي، دو ديستابيليزي لو بيي. اي ماتنون فو جوي سور لا كابيلي. ما تحشموش، دائما القبائل يدخلوهم في الكوارقه، يتصفيط الحسابات. تحشموش، خلوا منطقة القبائل ترتاح شوية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.